حينما عدت إلى الصين لم تعد تلك الصين التي تركتها. كان هناك تغير كبير جدا وتطور سريع جدا في شتى المجالات، وهذا هو الذي أدهشني لدرجة أنني لم أعد أعرف الطريق إلى جامعتي. أتفاجأ بعبارات شارقة وبطرق واسعة وحديثة. في فترة دراستي كان أكثر وسيلة من وسائل التنقل هي الدراجات الهوائية، الباصات الكهربائية والباصات العادية. وبعد العودة وجدت بأنه أصبحت هناك سيارات عديدة ومختلفة الأشكال وحديثة. أعتقد أنه لا توجد أي دولة ربما في العالم أو في التاريخ كان لها هذا النمو السريع مثلما حدث للصين. 10 سنوات الأخيرة، أي في فترة الرئيس الحالي شي جين بينغ، ما ميزها وهو أن الصين في هذه الفترة عرفت تطورا نوعيا. تم إخراج ما يقارب من 100 مليون شخص الذين يعيشون في الريف الصيني من الفقر، وهذه في الحقيقة جبار. وكذلك الصين تعدتها إلى الحياة الرغيدة للشعب الصيني. أجد أن هناك تطور ويعني سريع في جميع أنحاء. بالنسبة للعالم هناك شيء يعني مهم جدا في هذه 10 سنوات وهي مبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ، مبادرة الحزام الطاقي. أعتقد أن هذه المبادرة كانت مهمة جدا بالنسبة للتنمية. لحظة بالضبط كانت بالنسبة لي لحظة لا تنسى، وكانت يعني بالنسبة لي شرف كبير جدا وشرف عظيم جدا أن هذه الجائزة كانت زادتنا حماسا فضعفنا من جهوداتنا، وقمنا بعدة مبادرات كانت لها أطيب الثمار، ولازلنا مستمرين في هذه الجهودات التي نتمنى إن شاء الله أن تكون لها انعكاسات عظيمة على العلاقات ما بين البلدين والشعبين.